مشير قول الحق يا مشير قول الحق هي ثورة ولا لا هي ثورة ولا لا يا علان قول الحق يا علان قول الحق هي ثورة ولا لا هي ثورة ولا لا يا مشير قول الحق يا مشير قول الحق هو اتخانع ولا لا هو اتخانع ولا لا يا مشير قول الحق يا مشير قول الحق هم شهداء ولا لا هم شهداء ولا لا يا جمال قول لابوك يا جمال قول لابوك الشعب المصري مش عايز يموت الشعب المصري مش عايز يموت. يعني كان اليوم محددا لنظر طلب الرد الذي تقدم به المدعون بالحق المدني، وكان منظورا امام الدائره 52 مدني استئناف القاهره. ترافع 4 محامين، بدات انا المرافعه بمقدمه ليست طويله، وكان ملخصها أن الثورة عندما قامت كان هناك من هو ضدها ومن أمسك بالحبل من الوسط ومن كان معها، هذا بغرض إسقاط هذه المقولة على المحكمة التي تباشر الدعوة. وقلنا بالحرف الواحد أن المحكمة كان لديها الميل لصالح المتهمين، وإن كان هذا الميل هو مسألة مخبأة في الصدور وهي عبارة عن مسألة خفية، لكن المحكمة تستطيع أو نحن نستطيع أن ندلل عليها من القرائن والدلائل والمظاهر التي اجتاحت هذه الدعوة منذ بدايتها. من بين هذه الدلائل هذا التعسف الواضح مع المدعين بالحق المدني، بدءا من دخولنا بإصرار بالتصاريح وانتهاءا بدخولنا بتفتيش مقزز من المخابرات يوم 24/9 التي كانت تنظر فيه شهادة المشير محمد حسين طنطاوي. أيضا التفتت المحكمة عن تحريك الدعوة الجنائية قبل الضابط الذي قام بالتعدي على زميلنا عبد المنعم عبد المقصود المحامي، رغم مطالبتنا لها بتحريك الدعوة الجنائية ضد هذا الطالب. وقلنا أن المحكمة كانت منبهرة بأنها تسمع رأس الدولة في شهادة، وإن لم يكن لها هذا الحق في الانبهار لأنه شاهد كأي شاهد. أيضا قررنا أن المحكمة هددت المدعين بالحق المدني بأنها سوف تنظر في هذه الادعاءات، ومن الممكن أن تحيل الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وهذا يعني عدم إشراك المحامين المدعين بالحق المدني في متابعة الدعوة إلى نهاية المطاف. كانت هناك دلائل وقرائن ومظاهر كثيرة جدا أثبتناها في محاضر الجلسات، ثم أثبتنا هذه الطلبات تحديدا وطلبنا التصريح من المحكمة باستخراجها من الجهات المعنية. كان أهم طلب في هذه الطلبات هو التصريح لنا باستخراج شهادة من المجلس الأعلى للقضاء تفيد ما إذا كان المستشار أحمد رفعت قد ندب إلى جهات معينة رسمية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية لعمله كمستشار لهذه الجهات من عدمه، وفي حالة ندبه الرواتب التي تقاضاها. وعندما نستخرج هذه الصورة ويتبين أنها صحيحة سيكون سببا وحيدا لأن يرد بهذا السبب وحده دون باقي الأسباب. أيضا طلبنا ضم التسجيلات التي سجلها التلفزيون لكي ترى محكمة الرد التعامل الفج مع المدعين بالحق المدني ومحاميهم. أيضا هذا الحجب رغم أن القاعة تتسع لأكثر من 1500 أو 2000، المحكمة حجبت أهالي الشهداء والمصابين والجرحى وهذا حق أصيل لهم في الحضور. كل هذه الطلبات صرح لنا بإحضارها من الجهات المعنية وسوف نتقدم بها لجلسة 22/10، وأنا على يقين بمشيئة الله أن المحكمة سوف تعطي قرارا بالرد. شكرا جزيلا.